السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. دي تحضين الفراخ عمر يوم. ببدأ إن أنا أحضن الفراخ عمر يوم على عسل أسمر. عسل أسمر. تاني حاجة بحط خميرة بيرة كل 3 أيام، أو خميرة فورية كل 3 أيام. ده عمر 3 أيام الكتكوت. ده عمر 3 أيام الكتكوت، عمره 3 أيام. بنبدأ نحضن عسل أسمر، وبندي علف بادي ده الفراخ اللي هي عمر بادي، علف بادي. بعد 15 يوم بالظبط بنحط نامي، لو لقط معانا النامي خلاص بنرفع اللي هو البادي من قدام الفراخ عشان يبدأ الفرخة تاخد نمو وتبدأ تشبع، إن البادي مش هيشبع الفراخ. زي ما انتوا شايفين الكتكوت ما شاء الله عليه، كتكوت تمام، ده عمر الكتكوت، ده عمره 3 أيام بالظبط. عمر الكتكوت ده 3 أيام بالظبط، ما شاء الله عليه، كتكوت ممتاز، فراخ متفرقة من مكانها زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نوريكم الفراخ من بداية عمر يوم لغاية ما بنبدأ ندبح. عمر الكتكوت ما بيتعداش 32 يوم بالظبط. ما شاء الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر. ده عمر 32 يوم بالظبط عمر الفراخ. احنا وريناكم الفيديو الأولاني بداية التحضين، ده العمر النهائي اللي هنبدأ فيه بكرة إن شاء الله، هينذبح، نبدأ ذبح بكرة بإذن الله. وهنوريكم برضو الفيديو بعد ما يتم ذبح الفراخ، هنوريكم وزن برضو من الفراخ. ده عمر 32 يوم بالظبط، بيتعدى من 2.5، وبيبقى فيه أوزان بتعدي 3 كيلو. ده بيعدي 2.5 وفيه أوزان بتعدي 3 كيلو. ده برضو احنا ماشيين معاه على الخميرة البيرة أو الخميرة الفورية، بنحط يوميا، بس الخميرة البيرة أو الفورية تتحط بالليل مش بالنهار. وعسل أسمر برضو زي ما انتوا شايفين، احنا بنبدأ نحط عسل أسمر مع المية. عسل أسمر كويس جدا، أول حاجة حلوة للكبد زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نحط عسل أسمر، في الماي ماشي، هنحط ايه عصر اسمر في الماي. فين بعد ما حطينا العسل الاسمر الفراخ بدأت تقبل على الايه، على الميه، انها تشرب في الميه. هنوريكم دلوقتي وزن الفراخ. ده عمر 32 يوم بالظبط، امسك كده، ده عمر 32 يوم بالظبط، تمام، 32 يوم بالظبط. شوف ده عسل أسمر وخميرة، عسل أسمر وخميرة، ده 2 زي ما انتوا شايفين، على 3 إلا ربع أوزان، 3 إلا ربع أوزان، ماشي، وفي أوزان أقل من كده وفي أوزان أكتر من كده. ده عمر 32 يوم بالظبط، عمر 32 يوم بالظبط. عمر 32 يوم بالظبط. خلاص هنبدأ نذبح كتير بكرة إن شاء الله، وهنوريكم برضو الأوزان إيه بعد الذبيحة. العسل الأسمر حلو أوي للكبد،
دوب العسل في الميه. ده الفراخ الصبح ما بتخليش اي ميه نهائي قدامك، بدايه ما بنحضن لحد ما نذبح العسل الاسمر يبقى موجود مع الميه على طول. طبعا بنحط مع العلف، نستخدم العلف، ممكن نستخدم معاه ده، نحط لو في عيش ناشف عندك ممكن واحد يستخدمه، وشيش مع العلف ممتاز أوي، حلو أوي، يفتح شهية الأرض، خلي الفرخة عندها شهية إنها تاكل. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نعمل لكم فيديو بكرة بعد ما نذبح، ونوريكم الأوزان بعد الذبيحة. الفراخ بعد ما إيه بعد ما اتذبحت، دي شكل الفراخ بعد الذبيحة زي ما انتم شايفين، ما شاء الله عليها أحجام كبيرة يعني، مش حاجة صغيرة. أوزان بعد الذبيح بتعدي 2 كيلو و400 جرام، 2 كيلو ونص.